ومن فقه الاستخارة وآدابها أن من السنة أن تكون بعد ركعتين من غير الفريضة، والأفضل أن تكون هاتان الركعتان مخصوصتين بالاستخارة فقط ومن أجلها، ويجوز أن تجعل بعد سنن الرواتب أو غيرها من السنن. ومن فقه الاستخارة أنه يستحب أن يبدأ المسلم قبل الدعاء بحمد الله جل وعلا والثناء عليه، فقد روى الإمام أحمد وابن حبان وصححه عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اكتم الخطبة، يعني خطبة النكاح، ثم توضأ فأحسن وضوءك، ثم صل ما كتب الله لك، ثم احمد ربك ومجده، ثم قل: اللهم إنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، فإن رأيت في فلانة تسميها باسمها خيرا، خيرا لي في ديني ودنياي وآخرتي فاقدرها لي، وإن كان غيرها خيرا لي منها في ديني ودنياي وآخرتي فاقض لي ذلك. ويجوز أن يكون الدعاء قبل السلام من هاتين الركعتين وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، ويجوز أن يكون الدعاء بعد السلام، ولكن إن كان الدعاء بعد السلام فالأفضل فيه رفع اليدين بالدعاء. ومن فقه الاستخارة وسننها أنه يستحب تكرارها لأنه دعاء، والله جل وعلا يحب الملحين بالدعاء، وقد روي في ذلك أثر عند ابن السني من حديث أنس رضي الله عنه. ومن أحكام الاستخارة أن من كان يستطيع أن يأتي بالدعاء على وجهه كما ورد فهو الأفضل والأكمل، وإن لم يحفظ الدعاء فإنه يصح أن يقتصر على طلب الخيرة من الله عز وجل فقط، بأن يقول: اللهم خر لي في أمر كذا وكذا. فقد روينا عند الترمذي من حديث أبي بكر الصديق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أمرا قال: اللهم خر لي واختر لي.